متجر ليجنداوي لشحن فيفا كوينز في كافة طرق الدفع، عروض وأسعار رائعة، طبعاً من البند والتصفير، ورح أترك لكم رابط الواتساب والتويتر بالوصف. قرعة ربع نهائي دوري الأبطال ضد ليستر سيتي في قمة نارية، أرسنال ليفربول، مدريد موناكو، باير ليفركوزن، باريس سان جيرمان، حلقة نارية من السلسلة اللي أنتم بتعشقوها، واليوم مكملين مع الهلال في دوري الأبطال. دعمكم بالحلقة الماضية وبكل الحلقات وبكل الأيام كان خرافي، فبتمنى منكم تكملوا الدعم. 20,000 لايك على هاي الحلقة لحتى تيجي الحلقة اللي بعدها بسرعة أكتر، واللي ما مشترك يشترك بالقناة يا جماعة، وقناتي الثانية صارت 92,000، الرابط بالوصف، ممكن توصلوها ل 100,000 بأقرب وقت ممكن. هل ستتأهلون إلى الجولة التالية؟ لدينا أحد أفضل الفرق يا سادة، نحن فريق كبير وسنتأهل بكل تأكيد إلى الجولة التالية. إذا مصطفى محمد أفضل لاعب لشهر مارس المتألق، وغوميز مستمتع بالمشاركة مع الهلال، ذهاب الربع نهائي راح يكون على أرض ليستر سيتي، ديلي آلي موجود، جينجيز أندر موجود، وتشكيلة صعبة جدا أمام ليستر سيتي. هل يفعلها الهلال؟ إذا فزنا راح نتأهل للنصف نهائي ونكون على بعد خطوة مع أطفال المدللين اللي جبناهم بطاقات قليلة جدا وصلناهم لهذا الدور من دوري الأبطال، فهيا بنا حلم دوري الأبطال يا هلال. من هنا من ملعب ليستر سيتي يجب أن نخرج بنتيجة إيجابية هناك إلى ملعبنا الهلال. هل يكونون في نصف نهائي دوري الأبطال؟ معركة صعبة جدا. الكابيتان فاتي، سيمونز المدلل، كوبو والآخرين مستعدين جدا جدا لهذا اللقاء. كامافينجا لمسة هلالية، هيا بنا لنسجل أول الأهداف. كابيتان فاتي واحد على واحد، الله يا لعيب، مرة فاتي مرة رفاتي هناك في ناحية اليمنى، نزلها براس، عادت الكرة حول منطقة الجزاء. هلالية رائعة بالمهارة، رائعة بالتقدم، جميلة هلالية فاتي، ويرس داخل منطقة الجزاء، تزيد، وأول الأهداف للهلال. نعم في دوري الأبطال يا فيرس، 1-0، وجملة تكتيكية رائعة على ملعبهم نسجل. كامافينجا فاتي، ويرس بكل بساطة يضعها في المرمى، جول. ليستر سيتي خطيرة، وباميكانو قطعها وعادت مرتدة مرة رعبة أخرى للهلال. لمسة لمصطفى محمد القناص أمام المرمى، حبيبكم مين؟ هلالي هلالي هلالي، لكن في هذه الليلة حبيبنا مصطفى محمد. ليستر سيتي خطيرة على أرضهم، لن يسكتوا على هذه النتيجة، لكن ممكن أن نضرب بنتيجة تاريخية. الكرة للأمام، مصطفى خطيرة، مصطفى كريستيانو، الهلال، ها هو دون الهلال، ها هو رونالدو الهلال. يا الله ماذا فعلتم بليستر في دور الأبطال؟ زلزال زلزال من نجوم الهلال هنا في ملعب ليستر، بالثلاثة نضرب في دور الأبطال. لعيب لعيب لعيب، هذا مصطفى محمد ساحر، شوف الانطلاقة والسرعة والتطور كبير بأداء هذا اللاعب، وبوم في المرمى، جول. ليستر سيتي لأول الأهداف، وباميكانو الصفقة النارية لدفاع الهلال مع غوميز. يا حكم والله لما اضغط مربع يا حكم، شوف الكرة شوف الكرة، احتكاك اقل من عادي يا اوباميكانو، حتى مربع لما اضغط يا اوباميكانو. عصبية من اسماعيلينو في ليلة مؤلمة لليستر سيتي في دوري الابطال، كان يريد ان تبقى الشباك نظيفة، يعرف بان الديلي علي غدار، ضاعت ضاعت، مال الحرام لا يدوم يا سادة. شوط اول لن ينساه عشاق ليستر سيتي، 3-0، مصدر قلق للمدافعين الكبير مصطفى محمد الفنان. اوهو اسماعيلينو لا يرحم، اسماعيلينو يريد ان يجلد بالخمسة والستة. سيمونز، تاكي فوسا، كوبا، وريكي بوتش لضرب ليستر سيتي باهداف تقتل المباراة وتمنع ليستر من العودة في مباراة الإياب. تاكي فوسا خطيرة جدا حول منطقة الجزاء، تاكي فوسا داخل منطقة الجزاء خطيرة يا حكم، هذه كتلك لكن لم يعلنها، عادت مرتدة خطيرة ومتعة دوري الأبطال. الكرة عند جينجي زوندر، جينجي زوندر، جينجي زوندر، وغوميز يا وحش يا غوميز، ولعت المباراة. وشوف المساحات المفتوحة في دفاعات ليستر سيتي، الكابيتانو واحد على واحد، واحد على واحد، كابيتانو فاتي 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 الرابع، ما لا 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 لا، فضيحة كروية فضيحة كروية يا كوبو، ضيعها كوبو، مصطفى محمد تركها
ليتاك يفوز، لكن كوبا واحد على واحد، المرمى خالية، كوبا ضيعتها. تيو حاول تسجيل على أقل تقدير هدف وحيد، لكن شوف هذا الجوميز وشوف هذا السيمونز باللاعبين. يلا يا سيمونز، يلا يا مدلل، مهاراتك يا مدلل، يا لعيب يا لعيب يا لعيب. راحت وهربت وضاعت من ليستر، والرابع والرابع والرابع. مصطفى محمد، ماذا أقول؟ ماذا أقول عن هذا القناص؟ ماذا أقول عن هذا المرعب للحراس؟ أربع في أرض ليستر سيتي، ماذا سنفعل بهم هناك في ملعبنا على أرض الهلال؟ ليستر سيتي لهدف أول، هدف لحفظ ماء الوجه، حتى هذه لم يتركها الحكم. وكما يقول رؤوف خليف، فضيحة كروية. قلت لكم مشاهدينا الكرام بين الهلال وحده وحده. نعم إذن ديلي آلي حزين، جماهير ليستر حزينة، والهلال يخرج مرفوع الرأس بهذا الهاتريك. مصطفى محمد. إذن ذهب أرسنال وليفربول 1-0، ريال مدريد وموناكو 2-1، نحن فزنا 4-0، باريس فاز على باير ليفركوزن. من سنواجه؟ المباراة حسمت، الإياب ستكون لصفح ليستر سيتي بفوز آخر. لقد حققتم فوزا رائعا ضد ليستر سيتي في مباراة الذهاب، هل أنتم مستعدون لأي تغييرات تكتيكية كبرى؟ سنفوز مجددا، نحن واثقون من تحقيق الفوز مجددا أمام جمهورنا داخل الديار. الهلال يواجه مباراة سهلة داخل الديار في مباراة الإياب. الصحافة كانت تقول أنا ما أعمل شيء. وكوبو يتألق مجددا، هداف دوري الأبطال مصطفى محمد، قناصنا مرعب الحراس، أفضل صانع ألعاب فيرتس بثمان صناعات، ومعه جيمس وبيدري ممكن يكونوا بالمركز الثاني والثالث. إذا مباراة الإياب ضد ليستر سيتي مثل ما شايفين المباراة حسمت، وبعد المدافعين راح ريحهم مثل أوباميكانو تعبان، اصلا المباراه خلاص حسمت، حتى راح العب بالتشكيله الاحتياطيه. اذا بهاي المباراه راح العب بكوبو وسيمونز اساسيين لاول مره، لانه المباراه حسمت، بدي اياهم يكسبوا الثقه للمباريات القادمه. ممكن يصاب بيدري، ممكن يصاب فيرتس، فطلعت جيمس طلعت فيرتس، وحاليا سيمونز وكوبو اساسيين. وهيا بنا لنقضي على ليستر سيتي مره اخرى. لمسه لمصطفى محمد، مصطفى محمد لكوبو، تاك يفوز لهدف اول في مرمى ليستر داخل منطقه الجزاء، خطيره جدا، يعود كوبو، يمر كوبو، جول 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 جول. الياباني الفنان صانع الالحان يعزف هنا في ملعب الهلال ويسجل هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي. ليستر سيتي قريب جدا من اول الاهداف، نعم، واخيرا سجلوا هدفا اولا. مجموع النتيجة ليستر سيتي، لا تنسى يا ماديسون، وأنت تحتفل بأننا 5 وأنتم هدف وحيد يا ماديسون. خطيرة جدا لليستر، سجلوا هدفا ثانيا. 2 ليستر 1 الهلال، خسارة ممكن أن تؤثر على معنويات الهلال. ديلي آلي وضع الثاني، التقدم المحاولة، فاتي هرب، أوهو تمرير عالمية، خلصها يا فاتي. الهلال لا يخسر في دوري الأبطال، حتى بالتعادل يعود بهذه الطريقة. أي تمريرة كانت لأنسو فاتي، أي تمريرة بالمليمتر. فاتي أيضا عرضية لأوبيندا وهدف التعادل. الثالث فاتي لمسة، أوبيندا يحاول يتقدم لفاتي، عادة الكرة هناك لبيدريتو، بيدريتو واحد على واحد، بيدريتو واحد على واحد، لمسة فاتي، ويتس ونيتس البديل، يا نيتس يا نيتس يا نيتس يا نيتس. إذن الهلال بتعادل مع ليستر سيتي على أرضه بتشكيلة احتياطية يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ب6-2 يا هلال. رائع جدا يا أطفالي، يا مدللين، يا رائعين. الهلال زعيم الأبطال إلى النصف نهائي، من سنواجه؟ 10.5 ملايين أخرى بسبب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. وعرض آخر لريكي بوتش يا جماعة، صار إجاني 50,000 عرض لهذا اللاعب، آخر شي رح بيعه مشان ما بقى أتلقى عروض. خلاص يا أخي، اللاعب ما هو معروض للبيع يا جماعة. أنا شامم ريحة فريق قوي، إجباري عني فريق قوي، لأنه المتأهلين ليفربول، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، من سنواجه من هؤلاء الثلاث فرق برأيكم يا سادة؟ الهلال، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول. يا الله، ضد ريال مدريد يا جماعة، هالمرة إجا الفريق اللي ممكن يقضي علينا بدوري الأبطال. عرض آخر لريكي بوتش، صرعت راسي يا أخي، خلاص بكفي. إذا قبل لقاء ريال مدريد عن مباراة مع
توتنهام مهمة جدا بالدوري، وعنا مباراة مع أستون فيلا، وعنا مباراة مع كريستال بالاس، وبعدين رح يجي لقاء الريال. بسبب دوري الأبطال طبعا نحن هملنا الدوري، فنحن حاليا بالمركز الرابع مثل ما شايفين على بعد 3 نقاط من السبيرز اللي عنده 67 نقطة قبل 5 جولات من النهاية، ولكن ما لازم نخسر مع سبيرز مباراة مهمة جدا لحتى نتأهل لدوري الأبطال بالسنة القادمة، لأنه إذا ما تأهلنا لدوري الأبطال رح تكون مشكلة إذا خسرنا بهاي النسخة. لازم نتأهل لدوري الأبطال، فحاليا رح نلعب مباراة السبيرز قبل موقعة مدريد، المباراة على أرضهم بين جماهيرهم، نحن جاهزين بكامل الصفوف، رائعين جدا، تطور خرافي، مصطفى محمد، فيرسو فاتي، 88 89 89، هدول اللاعبين تذكروا جبناهم بالسبعينات، فهيا بنا. الله يا ويرتس على تمريراتك، مرعب هذا الويرتس، مرعب هذا الويرتس. جيمس لمسة هناك، مصطفى محمد، بيدريتو، هلالية حول منطقة الجزاء، ما زالت ويرتس، مصطفى القناص، هاري كين على التنفيذ، هاري كين فوق المرمى. لا يا حكم يا اخي، شو هالضربة الجزاء هاي، ما انا مقصودة يا اخي، يا اخي لمسة اليد فعلناها مشان ناخذ ضربات جزاء، عم يعطونا علينا ضربات جزاء اكثر. شوف كيف رجعت من المدافع ولمسة بايد اوباميكانو، جنة جنون اسماعيلينو. لا لا لا، هاري كين مشوط على اليمين، هاري كين على اليمين، يا هاري كين يا خبيث، 1-0 لتوتنهام. يلا يا جيمس للتعادل في مرمى توتنهام، لمسة لبيدريتو، 1-1، عدنا امام توتنهام يا بيدري. مافينكا، مصطفى محمد، الهلال عن طريق بيدريتو لجيمس للثاني الهلالي، كاما سيمون زوكوبو ينزلون لارض الميدان لحل هذه المشكله امام توتنهام، العرضيه لجيمس، جيمس لمسه، فاتي، مصطفى الثاني الهلالي برأسية مصطفى محمد، الهلال 2 توتنهام 1، ونزعنا بطاقة دوري الأبطال من عقر دار توتنهام برأس صعب على الحراس. الثالث، برافو باميكانو، يلا مرتد هلالي، تاكيفو ستركها، مصطفى محمد على اليمين، عين على التمريرة، جيمس سريع، جيمس ينطلق خطيرة داخل منطقة الجزاء، هلالية، سيمونز المدلل بهدف قاتل في مرمى توتنهام، واي صناعة يا جيمس، اي صناعة يا جيمس. شوف سيمونز يتعلم الكثير من هذا القناص، مصطفى محمد يقول انهض انت الموهبة الجديدة، انهض انت المدلل بتاع اسماعيلينو. شوف سيمونز، جيمس، الله الله الله، ويسبح سيمونز ويسجل المدلل. صون خطيرة جدا، عدلوها في الثواني الأخيرة، 3-3، مباراة ماراتونية، كنا فرحين بهدف سيمونز لكن هاري كين عاد. إذا فارق نقاط الثلاثة مستمر، تشيلسي بالمركز الخامس ب61 نقطة، بيننا وبين تشيلسي 4 نقاط، وبقي تقريبا 5 جولات لازم نفوز فيها لحتى نضل من المتأهلين لدوري الأبطال. ضل عنا بالضبط 3 جولات بهذا الشهر وجولتين بالشهر الأخير لحتى ينتهي الدوري، فحاليا قبل ما نلعب مباراة ريال مدريد بنصف نهائي دوري الأبطال رح ألعب هدول الجولتين أستون فيلا وكريستال بالاس لحتى نحافظ على ترتيبنا بالدوري لأنه مهم جدا. تم بالمباراة الأولى غامرت فيها وفزنا 2-1 بالمحاكاة على أستون فيلا، لأنه كنت بعرف أنه ممكن نفوز عليهم، ليفربول فاز على تشيلسي وتشيلسي وقف مكانه، وهذا الشيء لصالحنا، ولكن المان يونايتد طلعنا كمان، صرنا بعيدين 7 نقاط وضل فقط 4 جولات، فحاليا مباراة ضد كريستال بالاس خلينا كمان نعملها تخطي لنشوف شو راح يصير. بسم الله، محاكاة لمباراة كريستال، فزنا 3-1 وبتوقع نضمننا مقعدنا بدوري الأبطال للسنة القادمة في حال خسارتنا مع ريال مدريد، وحاليا مباراتنا ضد ريال مدريد. هل أسد يأتي إسماعيلينا ليصرح قبل مباراة مدريد؟ هل تظنون أن موقع المباراة سيكون عاملا مؤثرا على أداء الفريق؟ الفريق مستعد لأي شيء في أي مكان، بالتأكيد اللاعب على أرضنا سيكون دفعة معنوية كبيرة لنا جميعا، ولكن الشباب على استعداد لمواجهة أي فريق في أي ملعب. في إرهاق كبير للاعبينا،
الدفاع اغلبه ما راح يقدر يلعب مباراه الريال. طبعا ماركو رويس مع ريال مدريد، هازارد، رودريجو. طبعا تشكيلتنا لازم نبدل فيها لاعبين كثير، ففي اوباميكانو، عندنا جوميز، عندنا مارسيلو، هذول لازم يكونوا احتياطيين. فهذا الشيء طبعا راح يكون بالحلقه القادمه، ولهون بتكون خلصت حلقه اليوم. شكرا لكم على المتابعه ودمتم بالف خير.